من باريس معي دكتورة جيهان جادو، سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل. مساء الخير، أهلا بك معنا. في مؤتمر 14 و15 فبراير هذا الشهر فبراير للبحث حلول لهذه القضية، يعني ما بعرف يومين قليل جدا على كلمة حلول. طبعا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. انا طبعا عايزه اقول لحضرتك طبعا هذه نسبه خطيره جدا لما يتعرض له الاطفال في العالم من يعني صور مختلفه واشكال مختلفه للعنف، صحيح كان جسديا او ليس فقط العنف، يعني العنصر المادي في هذه يعني المعارضات او الاشياء التي يتعرض لها الاطفال في العالم، لكنها ايضا تتعرض نسبه كبيره جدا منهم للعنف المعنوي ايضا. انهم لحقيقه يعيشون ظروف صعبه، سواء يعني اذا هناك ايضا في اختلاف في مجال الاسره او ان تكون الاسر مفككه، فطبعا بينشا يعني الحقيقه اطفال يعانون ويشتكون دائما من اعراض نفسيه خطيره. فطبعا حضرتك ذكرتي ان يعني هناك مؤتمر سوف يقوم على مدار يومين على الاطلاق. نعم اتفق معك عزيزتي ان هذه الفتره صغيره جدا على ان يعني تكفي لحل يعني مشكله او معضله كبيره في العالم اجمع لما يتعرض له كافه الاطفال في العالم، سواء العنف الجسدي او العنف الجنسي او العنف، يعني صور وقضايا هامه وشائكه تخص الاطفال وتخص الحقيقه. كيف دكتوره جيهان؟ يعني من ابرز النقاط التي يجب التركيز عليها، نحن كأفراد إلى أي درجة مسؤولون أيضا ولنا دور كثقافة؟ يعني هذه نقطة حتى ذكرها المدير العام للمنظمة الصحة العالمية، قال قوانين حماية الطفل مهمة لكنها غير كافية، يجب تغيير الثقافة وأن لا يكون هناك أدنى تسامح مع العنف ضد الطفل. طبعا بكل تأكيد، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك يعني الأسرة التي يعني تذهب بابنها مثلا إلى المدرسة ويأتي المدرس أو المعلم ويقوم بضرب الطفل يعني ضربا مبرحا، من يأخذ بحجة أنه يتلقى التعليم؟ أي تعليم؟ يعني الحقيقة أنا لا أفهم لماذا المشكلات النفسية لكل من أي شخص يخرجها على الأطفال، حتى أيضا في الأسرة نفسها، يعني هناك تتعرض الأمهات إلى ضغط عصبي تفرز كل هذه يعني العصبيه وكل الاشياء النفسيه بداخلها على الطفل. فبكل تاكيد القوانين وحدها او نحن صحيح في ثقافه تلك بس القوانين لا نعم. بس استفسار اخير، عندما نتحدث عنف والاهالي وكيف يتعاملون مع الاطفال والقصر، يعني لا نبالغ صحيح، يعني لا نتحدث حتى لو كان خطا هذا الموضوع، ولكن موضوع انه بتضرب ابنه شوي الام، هيدا مش يعني لا نستطيع ان نبالغ لهذه الدرجه صحيح، يعني كلنا انضربنا وما وصلناش للمرحله، لكن لا توصل ابدا للاعتداء الجسدي. صحيح، يعني نفرق هنا. بس علقت عليا بما انه ذكرنا موضوع الاهل والتربيه. انا اشكرك جزيلا دكتورة جيهان جادو، سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل. شكراً.